في عاش فقط فهو شرف لي أن أمثل بلدي خير سمتين وأحظى هذا الشرف فشكرا. بداية أنا لا أطمح أن أكون كاتبة، أنا أطمح أن أكون مهندسة معمارية كالمهندسة المعمارية زها حديد العراقية المعاصرة لبناياتها الخالدة، ولكنني وأيضا أطمح أن أكون كاتبة. بداية أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على اتصاله بي واهتمامه بي، وهو أيضا شجعني من خلال اتصاله بي.